والله بص، انا كنت مرتب ترتيب غير اللي حصل، بس احنا مبسوطين ان احنا معانا رئيس الاتحاد الدولي للعب كمال الاجسام في العالم رافائيل سانتونجا، ومبسوطين ان احنا معانا الدكتور عادل فهيم النائب ليه. ف الدخله باظت بصراحه، انا زعلان على الدخله. طيب انا عشان ما اطولش عليكم، كان في حاجه انا قلتها في 2016 وما كنتش اعرف ان احنا هيجي اليوم اللي انا قلت فيه الكلام ده في 2016 على المسرح ده، بس كانت في قاعه كبيره. كنترول، ممكن تورينا الفيديو؟ لا، عايز اسمع الصوت. اللعبة كمال الاجسام، لعبة الفيزيك، مصر رقم واحد، 13 ميدالية، 13 مرة اول عالم. مصر الخامات، مصر اللي بنت الهرم بولادها. عمرنا ما بنخضع، عمرنا ما هنطاطي لحد، والبطولات كلها هتقام في مصر، والناس هتيجي تتوسل لينا انه يشاركوا في بطولاتنا، وده اللي هيحصل. تشجيع جامد للبطولة بتاعتنا كلنا، مش بطولة احمد علي بس، دي بطولة جمهورية مصر العربية. البطولة بتنافس، البطولة كان رد قوي، انا بعتذر للي انا هقوله، بس رد قوي للي حصل معانا في البعثة المصرية اللي كانت مسافرة اسبانيا. لولا ان احنا خدنا رفض ما كناش هنبقى موجودين النهاردة في استاد القاهرة. البطولة دي رد قوي جدا لاسبانيا اللي رفضت. المرة الجاية اسبانيا هي اللي جاية عندنا في البطولة دي. اقوى، في اقوى من كده؟ الفين وستاشر انا طلعت على المسرح لاول مرة وما كنتش مذيع في مصر، كنت لسه جاي من بره مش عارف اي حاجة، وطلبت من الادارة بتاع تنظيم بطولة احمد علي ان اطلع اقول كلمة. ومشكورين جدا كابتن احمد علي والقائمين عليها، كان ساعتها كابتن محمد المأزون، سمحوا لي ان انا اطلع دقيقة على المسرح اقول كلمة. وبصراحة كانت في وش السعادة عليا وفتحة خير من ساعة لما طلعت في 2016، والحمد لله احنا 2020 ما نزلتش من على المسرح كمذيع بطولات، وانا اتشرف ان انا دايما ببقى في وسطيكم الحمد لله، والتوفيق من عند ربنا. ربنا يخليك يا مئز. 2016 لان الصوت ما كانش واضح، انا قلت ان احمد علي رجل الاعمال المصري، ابن البلد، ابن المنطقة الشعبية تحديدا. لما الدولة الاسبانية بكل التقدير والاحترام ليها رفضت الفيز بتاعت البعثة المصرية، احمد علي في اللحظة دي قرر انه هيعمل بطولة بالمستوى اللي ينافس بيه البطولة بتاعت العالم. وساعتها عمل البطولة بقائمة الجوائز بتاعتها وتكلفتها 2 مليون جنيه. كانت رد لاسبانيا اللي رفضت الفيز، واللعيبة طلعوا على المسرح ده، وفي لعيبة بقت محترفين بتقف على مسرح اولمبيا وعلى المسارح التانية بالنسبة للاتحاد الاليت، بقوا ابطال ونجوم من المسرح ده. على رأسهم في الفيزيك كابتن، حد عارف اسمه في الفيزيك؟ احمد عبد الجليل. كابتن احمد عبد الجليل هو اول واحد طلع على المسرح ده وكسب منه، ومن بعدها نزل انطلق للعالمية. انا عن نفسي مش بقول الكلام ده عشان خاطر احمد علي واقف على المسرح، احنا بنقول ان احنا عندنا حلم مصري، وطول ما عندنا راجل زي الراجل الطيب ده بتوجيهات من الاتحاد المصري ان احنا نقدر نتقدم لقدام. وزي ما انا قلت في 2016 ان البطولات هتيجي عندنا مصر، واسبانيا هتيجي عندنا مصر. مستر رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي جه عندنا مصر. احنا المصريين عمرنا ما بنتهز. بطولة احمد علي من اقوى البطولات اللي هتنافس عالميا، واحنا بنقولها في 2020
22 هفكركم ان المسرح ده هيبقى واقف عليه مش المصريين بس، هيبقى واقف عليه لعيبة اجانب، وهنشوف زي ما انا تنبأت بيها في 2016 2020 20 ان شاء الله هيدا هيتم. انا بشكرك على اللي انت بتعمله، انا مش عارف اقول لك قد ايه ان مجهوداتك، راجل زيك بيعمل لنا حدث زي ده وبيقوم اللعبة من بعد ما كان عندنا فترة ركود جامدة. سوق للمكملات الغذائية ابتدى ينتشر ويبقى نشيط، وطبعا كل بنشكر كل الناس السبونسرز اللي مشاركين معانا، انا حابب ان انت اللي تشكرهم بنفسك، السبونسر اللي داعمين البطولة انت تحب تقول لهم ايه؟ والله انا بشكر كل السبونسر وبشكر الناس اللي شرفتنا كلها، وان شاء الله اوعدكم ان بطولة 2022 ان شاء الله بطولة 2020 اقوى بطولة في العالم، 2022 الناس هتتأهل عشان تجينا، هفكركم بالكلام دوت. شكرا. عايزين نكمل بطولتنا الجامدة. دي جي عيشنا.